وللحديث عن التطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مدرس في المسجد الأقصى الدكتور مصطفى أبو صوي. دكتور مصطفى سلام الله عليكم. منذ يومين يدخل جندي صهيوني بحذائه داخل مصلى باب الرحمة، اليوم يقتحم الجنود قبة الصخرة ويغلقون أبواب المسجد الأقصى، هل من ربط بين الحادثتين وهل الأولى كانت توطئة لحادثة اليوم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة الاحتلال ماض في إجراءاته ضد المسجد الأقصى وضد المقدسيين وضد الوصايا الهاشمية، ونحن نتشبث بهذه الوصايا لأن الدرع حقيقة الذي نحتمي من خلفه، وأيضا هنالك حراك الجماهير التي تقوم بدورها في حماية المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال لا يتوانى عن الانتقاص من الوصايا الهاشمية وعن الانتقاص من حق المسلمين الأبدي الخالد بإذن الله عز وجل. الربطاني في هذا المسجد ومسجديته ليست لا يعني لا نستمدها لا من قرارات الاحتلال ولا من تصنيفات الاحتلال ولا من تعريفات الاحتلال لمسجد الأقصى المبارك. يجب أن نذكر أن الأمر أبعد من قضية تصرفات الشرطة، فالشرطة تصرف حسب يعني حسب التوجيهات السياسية في المقام الأول، وشؤون المسجد الأقصى دائما نعلم أنها تذهب وتمتد إلى أروقة مكتب رئيس الوزراء، وفي السابق قام وزير الخارجية آنذاك ليبرمان بإرسال رسالة إلى السفراء في تل أبيب يبين لهم أن المسجد الأقصى هو فقط لغير مصلى القبلي، يعني هم لا يريدون أن يعترفوا لا بقبة الصخرة ولا بالمرواني ولا بأي جزء من أجزاء المسجد الأقصى المبارك. نعم. نصر ونؤكد على أن المسجد الأقصى المبارك هو 144 ضنم بأسوارها بأروقتها بما هو تحت الأرض بما هو فوق الأرض، كله جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. طيب دكتور مصطفى، هناك دعوة للنفير العام للرباط أمام أبواب المسجد الأقصى، لكن ما الخيارات الأخرى المتاحة لديكم كمقدسيين للدفاع عن المقدسات؟ ما حصل في قضية البوابات الإلكترونية في شهر 7 من العام الماضي هو كان حراك الناس، طبعا هنالك حراك دبلوماسي في نفس الوقت، لكن هو بالأصل اعتصام الناس هو الذي أدى إلى فك هذه البوابات، وبالتالي نفس الشيء يحدث الآن فيما يتعلق في باب الرحمة، وكل خطوة يقوم بها الاحتلال يجابهها الناس بما هو متوفر لديهم. دكتور مصطفى، ضحيتان من الفلسطينيين اليوم في مواجهات مع الاحتلال، هل ترى أن هذه المواجهات يمكن أن تحرك القضية للأفضل مثلاً؟ للأسف الشديد القتل المستفحل، وهي ليست فقط اليوم وبالأمس وأول أمس وقبل ذلك والسنة الماضية، ما دام هنالك احتلال يستبيح دماء الأبرياء، للأسف الشديد هذا هو الحال تحت الاحتلال، وفي ظل القتل المستفحل أيضا في الجوار، يعني كأن الناس تخدرت يعني أعصابها بالنسبة لما يحدث من القتل. للأسف الشديد يعني أصبح الأمر عادي جدا للاحتلال. كانت تقوم القيامة في السابق قبل 30 سنة و 40 سنة حينما يقتل واحد فقط في الضفة الغربية، لكن اليوم للأسف الشديد أصبح خبرا كغيره. لا نقول أنه يعني أن الدماء هي رخيصة، ولا نقول أن هذه الدماء ستذهب هدرا، لكن للأسف الشديد نعم ويظل الاحتلال هو المسؤول الأول عن ما يجري. دكتور أخيرا، يعني كيف ترون تعاطي حكومة رام الله وأيضا الحكومات العربية والإسلامية مع القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات وطالت المسجد الأقصى المبارك؟ رام الله أيضا هي الرئاسة الفلسطينية وأذرع السلطة، تقوم بإدانة ما يجري، وحقيقة هنالك أناس على الأرض شرفاء هم أيضا يعني أعضاء سابقين في المجلس النيابي في المجلس التشريعي وأعضاء في الوزارة
المفتي في يعني بنفسه لا ننتقص من دور كل هؤلاء الشرفاء في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. وأما بالنسبة للحكومات، أنا يهمني حقيقة فقط موقف الأردن، فهو الموقف الذي نعول عليه حقيقة في دحر الاحتلال وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك. من القدس المدرس في المسجد الأقصى الدكتور مصطفى أبو صوي، شكرا جزيلا لكم.